لا اول مره. شنو قالوا لكم؟ قال لنا تسناو، عطاونا الورقه اللي جيت مع السبعه ديال الصباح. انا من السبعه كنت نتسنى، قال لك تسناو قلت لي حتى ال 11 هذا تجي هذا الدواء دق البلاغ. صحاب غير دوزوا صحاب الثانيين هما قبل منا حنايا، عاد ندوزو حنا الاولين. باقي ما عرفتش واش دخلوا بخلوا ما دخلنا شنا لداخل. عطاونا النمره على برا، عطاونا النوامر وهذه، ولكن باقي ما دخلناش لداخل. انا قالوا لي سولتو قلت لي ما عرفتش ندخلوا، قال لك مع 11 هي مع 11 هذيك صحاب الاولين اول مره غيدقوها يدخلوا مع 11. اما الاخر الثانيين غيسبقوهم هما الاولين. يعني الانسان خصو يجي فهمتي، خلونا حنا عاد نخدموا، بغينا نمشيو نخدموا، مشى اصلا مقابله. خصهم المسؤولين خصهم هما يوقفوا على هذا الشيء، هذا راه خصنا حنا نخدموا. واش دابا كيقول لك سير دق البلا، دابا انا غنتلاقاو معهم الوقت غيشد ما يعرف لا سميتو راه يقول لك عطيني تقدر تلقاه. اش تقول لي؟ تقول لي باقي ما تقيتهاش؟ راه خاصهم يخدموا، راه ما كاينش ذاك سيدنا عطانا هذا الشيء الله يكثر خيره هذا، ولكن هاد الناس هذو راه ما عرفتش اش غنديروا معاهم. ما كاين اللي كيوقف، ما كيحاسب من والو. احنا راه صبرنا بزاف كاع، خاصهم يهضروا معاهم هاد الناس المسؤولين. نهضر على المسؤولين، خاص المسؤولين يهضروا معاهم. انت شتي واش بنادم من كيمشي عندك مع سبعة الصباح وما كيجيو حتى الثمانية ولا مع التسعود، وحنا كنبقاو نتسناو تما. ودابا 11 التسعود ونزاب حتى 11 قال 11 وشوفوا واش غدوز ولا ما غدوش. انا ما قالوا سير حتى الربعة ديال العشية. دابا من الفجر بقى كنتسناو هنا، ما كاين حتى حاجة، ما كاين نهائيا. حنا دابا كنتسناو على الثانيه، شوف طلع في السيستم ولا ما طلع ثاني. شوف شحال حتى عملنا كيتسنى دابا. داك دابا حنا دايرين داك الشيء، ما كاين حتى حاجه. انت كتسنى بنادم، حنا كنخسروا في الوقت ديالنا. حنا نهار دابا ضاع علينا، نهار دابا ضاع ضاع مشى. ايوا حتى حاجه ما كاين، كنتسنى يعني داك الشيء كيبينوا في التلفازه حتى حاجه ما كاين والو. كنقول زعما نشوفوا شي حاجه، ما كاينش حتى شي حاجه نهائيا، شي حاجه ما كايناش.